مرحبا بكم للناس الكل في قناتنا الرياضية التونسية. ربح ماجري وساند نسور قرطاج الجعايدي في مصر، وجماهير الزمالك تهدي تذكرها للتوانسة. أكد المدرب الجزائري ربح ماجر أنه يتوقع أن يتأهل نسور قرطاج إلى النصف النهائي، كهذا كما شدد على مساندته للمنتخبين التونسي والجزائري، ويتمناهم كما قلنا أنهم يكونوا في نهائي المسابقة هذه. في المقابل سجلنا حضور رضي الجعايدي بمصر لمساندة المنتخب التونسي أمام مدغشقر، كما قامت جماهير الزمالك بإهداء تذكرها للجماهير التونسية التي حلت بالقاهرة. نعرف الناس الكل اللي منتخب التونسي عنده مباراة صعبة أمام مدغشقر، حظ موفق للمنتخب التونسي ويترشح للدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا.